مختنقة وقد تجعلك الأشغال تستوقف في مدار هنا وتنتظر في نقطة مرورية أخرى لساعات طوال، أحيانا حتى داخل الأنفاق. في صباح البيضاء رحلة لدقائق قد تتحول إلى ساعة أحيانا، ودون مبالغة قد تتضاعف المدة من دار معزة مثلا إلى وسط البيضاء. في لحظة واحدة توقفت حركة السير وأصبحت شرايين معظم أحياء العاصمة الاقتصادية متصلبة بسبب التكدس المروري الذي عاشه السائقون والراجلون على حد سواء، خاصة مع بداية هذا الأسبوع. ازدحام غير مسبوق، وإن كانت المدينة معتادة على مثل هذا الاختناق المروري. سيركولاسيون لاحظت أن من الاثنين ثلاثة لأربعة كانت مزيرة بزاف، كو سوا بالصباح ولا في العشية، سي نورمال، لونتري سكولير كل شيء كيرجع من لي كونجي. واليوم لاحظت لا ديفيرونس سي كو البوليس محطوطين في كاع لي فو روج، كتلقى على الاقل دو في شاك فو روج شاك اون بوان. كانت عندي طوموبيل وبعتها شحال هادي على ود لا سيركولاسيون وغاد لا سيركولاسيون وكتولي كاتاستروفيك جوغ ابخي جوغ، نهار على خو نهار على خو نهار على خو، ولا يديروا لنا ديبون هكا. تتداخل أسباب الاكتظاظ لكنها تلتقي عند جزئية عرقلة المرور وتأخر مصالح المواطنين، والأسباب تتباين بين الأشغال التي تعرفها شوارع البيضاء وغياب مواقف السيارات أمام المدارس وعدد من المنشآت، مما يضطر السائق إلى التوقف دون مبالاة ودون الأخذ بعين الاعتبار الارتباك الذي قد يتسبب فيه لباقي السائقين. وما كاينش دابا الطرقان، دابا ما دايرينش القناطر، ما دايرينش، فهمتي، ما مستغلينش الارضيه من تحت، دابا يديروا الطرقان من الفوق، من هذا القناطر ما كاينينش. ماشي هي الطرقه ديال السكه اللي كيصاوبوا دابا، السكه ديال الترام كيكون شويه ديال العرقاله، وتبارك الله تحديد راه كبير كثير في الدار البيضاء ما شاء الله. الازدحام المروري هم يلازم ساكنة البيضاء، خاصة مع تواجد هذا الكم الهائل من الأشغال. وفي غياب حل آني وواضح، يبقى على السائق أن يضع خطة محكمة قبل الخوض في مغامرة السياق بين الشوارع البيضاء. قد لا تصدق نادية هذه الخطة وإن كانت محكمة. ضيفنا المتخصص في السلامة الطرقية ينضم إلينا من مراكش حيث يتواجد حاليا السي محمد عرسي، أهلا بك. أهلا بك، شكرا أستاذة، بارك الله فيكم. إذا شاهدت معنا صور من مدينة الدار البيضاء، شوارع مكتظة، هو صخب جنون الدار البيضاء، جنون كازا، لكن السياقة باتت في الأسبوعين الماضيين في الدار البيضاء باتت أشبه بجحيم يومي. واش هي صور عادية في مدينة بحجم الدار البيضاء؟ شكرا استاذه. بغيت نضيف غير ديك الصور اللي شفناهم في الدوزام، نزيدوا ليها معاناه شخصيه. البارح انا باش جاي من كازا باش نجي لمراكش، من ولايه الامن اللي في شارع القدس باش نخرج للدار البيضاء، نخرج من الدار البيضاء درت ساعه ونص، الوغ كو سابقا كنت كندير فيها اربع ساعه. اذا ملي تشوف بحال هذه المعاناه وكتشوف حتى السيارات اللي قدامك واللي حداك، فيهم اطفال كيعانيوا، وفيهم الغوات ديال الدراري كيعانيوا، وفيهم ناس اللي مبلوكين، هذا الشيء لا يطاق، وهذا الشيء ضد جماليه اللي بغينا نخدموا بها الدار البيضاء، نعتبروها مدينه قاطره. هذا الشيء ما بقاش يخدم المصلحه ديال الدار البيضاء. من منظوركم وانتم المتخصص المهتم بالسلامه الطرقيه، هل من وصفه ممكنه من منظوركم لتدبير هذا الاكتظاظ المروري في العاصمه الاقتصاديه للمغرب؟ الله يحفظك، ان غير نشوفوا غير نديروا غير كونستاتاسيون ان فين كيوقع هذا الاكتظاظ، في الاماكن اللي قريبه للاشغال، التهيئه كنشوفوها في التقاطعات، كنشوفوها امام المدارس، وكنشوفوها في بعض الشوارع اللي فيها ادارات عموميه، مثلا مصلحه الضرائب، مثلا لا سينيسيس، مثلا حتى في الانفاق، ولا هذا الاكتظاظ من المفترض في الانفاق انها تساهم في انسيابيه. وللاسف وللاسف ان باش نديروا انسيابه السير في الدار البيضاء درنا انفاق، فقط المشكل اللي وقع هنا اننا حلينا غير ذاك المشكل في ديك النقطه السوداء، وملي تخرج من النفق كتلقى البوشون موراه. إذن هنا خص إعادة النظر ديالنا في التجهيز، في تجهيز المدينة. أول هاد الأشغال اللي كنديروها حنا في النهار واش ما ممكنش تخدم في الليل؟
ثاني حاجه ملي يكون بديل ديال الطريق، لان ملي كنسدوا الطريق ونديروا الاشغال حنا غير كيزيدوا دوك لي بلو ويديروا دوك لي كون ويضيقوا الطريق وكتولي كعنق الزجاجه، في حين خصنا يعطيونا طرق بديله اللي نقدروا نضربوا دوره كبيره وتكون حركه السير تكون سلسه. لي باركينغ راه الناس اللي كدور باش تقلب على الباركينغ دي فوا شي ناس كيدوروا غير على الباركينغ. الادارات ديالنا الادارات المسؤوله اللي غادي نخدموا فيها اوراق مثلا الكارتي دي زوبيتو بلاصه المستشفيات مثلا بلاصه مصلحه الضرائب مثلا بلاصه لا سي ان اس اس ما خاصهمش يبقاو في السونتر ديال الدار البيضاء، خاصهم يخرجوا على الدار البيضاء باش اللي بغى يقضي الغرض يخرج للدار البيضاء يخرج برا على المدينه. اضف ان ساعات العمل كاملين كندخلوا في نفس الوقت وكاملين نخرجوا في نفس الوقت، وهذا كارثي لانه كان خرجنا غير 7 الا ربع قبل او 6 ونص قبل غادي تكون انسيابيه في حركه السير. اذا خص اعاده النظر في ديك ساعات دخول العمل فوقاش ندخلوا. وحاجه اخرى للاسف تزامنت مع كورونا، لان اي واحد فينا ما بقاش يقدر يركب في النقل العمومي خاشيه باش على حساب الطاقه الاستيعابيه المحدده لاحترام ديال اجراءات كورونا. للاسف كل شيء بدا كياخذ الطوموبيل ديالو، هذا حتى هو زاد فاقم علينا هذا الشيء اللي كنعيشوا حاليا.